هذا هو أول طبيب مارس الطب في الكويت واستخدم الأدوات البسيطة. أنا الآن من هذا المكان أتكلم معكم. عبد الله قطاع هذا هو هنا جسم الدسبلاي هنا الادوات اللي كانت تستعمل هذا السعود من نافوت عبالي فكرت من هنا نطلع. من العبوات اللي كانت تستخدم في العلاج في العلاج هذه الإبر موجودة تشرح ليها هذا الإله الصناعي هو الكويتي مارس الطب موجود عنه هسه الآن والأشياء اللي كان يستخدم حينها جناعي بعد احنا سوينا مفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك حلفت عمري ما اشوف صورة ملامح فيها من رسمك وحلفت اني مفتح يوم كتاب يحمل من مقتنياته بالنسبة ماء الفضة كاقم ما اعرف ويش كلوردين دول فرس هذه الروشتة هي الروشتة هذه هذه المراسلات هذه وصف الدواء للحرارة من بومبي ايه نرجع لعشرينات هذا اللي افتتح هذه شوفي عبد الاله هذا صورته صورتين له هذا مقبول حتى صوره هذا العقال الكويتي هذا هم اثنين من نفس الشخص بس هذا الكويتي العقال الكويتي القديم ذاك وبعدين هو نفس اللي انشا اول صيدليه موجوده يعالج فيها عبد الاله القناعي الذكرى تنادي وكل كلمة